صباح الخير يا عمان، يا حنا لا حنا، يا فوحة الخزامى والندى، يا ريحة الجنة تتبدل الأيام، حنا ما تبدلنا. صباح الخير صباح الخير يا عمان. صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا نداء. حبيبة قلبي نورتينا اليوم بالمطبخ. أهلا وسهلا فيك، كثير مبسوطين أن أنت معنا اليوم. والله وأنا كمان. ورح نختم الحلقة، آخر حلقة بالسنة، بصوتك الحلو يا أكيد أنا وغادة مبسوطين. رح تساعدينا مش بس ما تفكريش. لا 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 اسمعينا حلقي الوصف. ليه؟ لا ما أقدرش. مع صوتها؟ يعني أنا أطبخ طبخة ولا أسمع صوتها؟ أنا صراحة رأيي نسمع صوتها. ألغي خلص. أسمع صوتها. يلا عملتي لنا أكلة زاكية. يالله. نداء شو أخبارك؟ حبيبتي أهلا وسهلا الحمد لله. أهلا فيك. نورتينا اليوم. تسلميلي يا رب. صوتك الحلو. الله يخليكي. نبدأ من الآخر، إيش مشاريعك الأخيرة الفنية؟ هلا جديد إن شاء الله عندي ألبومي رح ينزل قريبا، طبعا أخرنا بس خلص صار لازم ينزل. حلو. والحمد لله يعني، وعندي إن شاء الله مفاجآت في الألبوم، وعم بشتغل على أغاني لفنانين مطربين تانيين لأني أنا بكتب. تعطيهم من كلماتك؟ حلو. أعطيت لرامي عياش، كنت معطيته أغنية يا حبيب القلب. يا عيني. وهلأ عندي رح أعطي كمان فنانين كبار. وبالألبوم عندي كمان أغاني من كلماتي، وعندي كمان كذا شيء، وعندي حفلة على الفالنتاين بلبنان. يعني عندي كذا شيء عم نرتب له. الألبوم عموما هو كتير إشي حلو، لأنه فعلا الكل عم بيستنى إمتى نداء شرارة رح يكون إلها أول ألبوم بالسوق. تعاونك كان مع مين؟ شعراء؟ في شعراء أردنيين أو ملحنين أردنيين ولا بس عرب؟ هلا شوفي، للاسف هاي السنه ما يعني اول البوم ما قدرت اتعاون فيه مع فنانين من الاردن، بس ان شاء الله اللي جاي راح اتعامل مع ناس من الاردن. بس عملت اغنيه انا اردنيه يعني للي ما سمعها بحب يسمعوها الناس، كانت من كلمات عمر ساري اللي هو شاعر اردني. بس باقي الالبوم تعاوننا مع اسماء زي امير طعيمه، تامر عاشور، جان ماري رياشي لانه هو عم يشتغل معي، واسماء كبيره. وان شاء الله عم بفكر لقدام بركي هيك ان شاء الله تعاونت مع فنانين مثلا مثل مروان خوري وهيك. حلو. ليش ان شاء الله؟ ليش لا، كثير شيء حلو. قد ايه بتحسي الفنان هيك بس تخلص السنه نداء بصير بده يعمل جرد او حصاد لهي السنه ويشوف ايش انا انجزت ايش ما انجزت؟ عم بحكي على حياتك الفنيه، وايش عم بتفكري لل السنة الجديدة؟ قد ايه مهمة هذا اليوم، هاي ايام السنة الأخيرة، قد ايه مهمة لك جرد هيك بتعملي فيه؟ هلا بخصوص يعني السنة اللي عدت هاي يعني صعبة كثير، كانت صعبة على الكل. يعني أنا بتهيأ لي إنه كانت من أصعب السنوات، بس أنا خايفة تيجي 2018 نقول تعالي يا 2017 وينك يا 2017؟ لا إن شاء الله بدنا نتفائل خير إن شاء الله طبعا إن شاء الله تكون أحلى وأحلى. بالعكس يعني الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي أحسن. بس سنة 2017 يعني آخرها حسيت حالي أنجزت عن كل السنة ونص اللي كنت أنا فيهم. حلو. مع إنه بالقبل أنا عملت أشياء كثير وغنيت على مسارح وطلعت أغاني، بس كانوا هاي الشهرين ثلاث اللي يعني آخر أواخر السنة اللي أنا عادة بتفائل فيهم الحمد لله يعني كانوا عن كل السنة ونص، لأنه كان فيهم أشياء كتير حلوة وطلعت على برامج كتير، الناس حبت اللقاءات وكان في أكتر ميديا وشهرة. صح. وخاصة أنه في برامج طلعت مواهب تانية عندك. مواهب رهيبة. التقليد. الحقيقة التقليد مش معقول. اسمعي، لحد مبارح بحضر لما قلتي أحلام، وطبعا ما رح تهرب إلا تقلدي لنا إياها، وتقلدي لازم تقلدي لنا شيء، هذا عشاني أنا. هي سلمى بتقولي ما رح تقلد، بقول لا هي نداء رح تقلدنا شيء واحد لازم، يعني مطبخ رؤية أول مرة بتطلي ضيفة عليه فلازم يكون في شيء سبيشل لإلنا. هي الفكرة إنه مش بالتقليد ولا بإيش؟ هي الفكرة إنه أنا صرت أروح كل مكان يقولوا لي قلدي قلدي. بس إحنا يعني مش معقول تبخلي علينا بإشي حلو. شو بدي أقلد لك؟ بالغنى مثلا. يا شو بنقول؟
عم بشوف شكلي على الكاميرا. هيك بتجنني. ما بدي اطلع ما بدي اطلع ناصح. لا 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 بتجنني طالعه على فكره. انت ارفع واصغر من ما بتطلعي على قولي لهم والنبي والنبي تقولي لهم احلى وبتجنني حبيبتي. يلا ازيك تقلدينا. احلام احلام ايش نقول احلام؟ يلا تدري ليش ازعل عليك؟ شو رايك؟ او اللي ما يطول العنب. لا عندها اغنيه اسمها طلقه. يا ربي ما ينشر الفيديو لانه خلاص يعني. يلا هذه نظرة ولا رصاصة صوبتني جننتني ذبحتني ولقلبي من ضياع. معقولة يعني لو بتغمض عينيكي مستحيل تقولي إلا أحلام اللي طب أصالة بقى عشان في برضو تفاعلات. وحيات راس البابا ما رح أقلدها لأنه كتير يعني راس البابا. أصالة بتحبني ما بدي بالعكس هذا إشي كتير حلو. هذا إنك بتحبيها حلو. أصالة آخر مرة غنت لها أغنية ذاك الغبي فببعت لها فويس صديقي بقولها فبغني لها أغنية ليه راجع من تبي أغنيتها اللي بتقول له يا لطيف صوتها شو بيشبه الذكرى يا لطيف. طب غني الذكرى. اكتشفت انه هي بتحبني. غني الذكرى. بتحبك وبتسمعك طبعا. حبيبتي اصاله. حتى بالبرنامج كمان ضمن الناس اللي كتبوا عني ودعموني. اغني لذكرى. هتغني ايه بس؟ بس غن عادي مش ايه هو؟ لذكرى ايش بدك تغني لنا؟ عندها أغنية كثير بحبوها المصريين. إيه هي؟ آه يا ليالي يا ليالي علي شاغل بالي لما نادى قلبي أنا سلمت له طوالي زي حلم جميل وبعيد جاني كده من غير مواعيد زي حلم جميل وبعيد جاني كده من غير مواعيد. الله عليك. عادي ما شاء الله عليك حبيبتي. يعني صوتك كتير حلو عن جد. يعني يسلم هالصوت. طب انت موهبه ولا درسه كمان؟ لا مش درسه. مش درسه موهبه. مش درسة. انا مدرس لذوي احتياجات خاصه ما ليش. حلو. طب بس ما شاء الله يعني تحكمك في الطبقات ما شاء الله يعني ربنا يا ربنا. موهبه انا هروح اشوف الفراخ اللي اتحرقت و... يلا الفراخ اتحرقت وحزم نداء سراره. طيب نداء لينا انت عم تحكي انك بديتي بالتدريس ولكن لقيتي فعلا مكانك الصح هون بالفن ولا كان في شيء ثاني مثلا غير التدريس غير الفن كمان كنت بتحبي تكوني فيه؟ كنت بحب اكون كاتبه مثلا. كاتبه حلو. طب عندك تجربه كتابه غير الشعر يعني ممكن تكتبي قصص او روايات في طبعا من الايام بتحبي طبعا. خيالك واسع. انا كاتبه غفوه شتاء وبيقول مطلعها هاي الروايه طبعا انا كاتبها من كثير وقت وهلا صرت اكتب اشياء ثانيه عامله هلا ذاكره بلا سند وعندي بس بعدني لسه ما نشرت شيء بس كنت بحب انه انا اكون كاتبه. هاي غفوه شتاء بتحكي عن قصه حدا يعني كيف مثلا انت تعيشي قصه حب بالشتاء ويروح الشخص بالشتاء كمان وتحسي انه انت عم بتعيشي غفوه في كل شتاء يعني بمر عليك الشتاء زي كانه غفوه زي كانه حلم يعني وما بتصحي يعني ما بتصحي منه الا لما يخلص هذا الفصل اللي بمر عليك بكل احداثه بتضلك عم تنطري نفس الشخص اللي هو وعدك بفصل الشتاء. الله يسامحك ارجعي لها. لا اله الا الله. غدغوده ايه رايك برومانسيه؟ هي بتقول على اطراف هذا الليل امراه ترقص على انغام قصائد قد قالها غريب ورحل. هاي البدايه. حلو. دي اغنيه. حلو. يعني دي حاجه انا كاتباها كده بس لسه ما تلحنتش. لا دي روايه. انت ملاحظه كم الرومانسيه؟ انت رومانسيه هالقد بالحياه العاديه؟ هلا دائما الفنان لازم يكون هلا حساسه يعني بحكم يعني ما في حد يعني اللي بحس بيعمل كل شيء بغني بقلد يعني انا حتى لما بقلد
بغني ما يعني ما بدخل بإطار المضحك قد ما بحب أفوت بالإطار المبهر يعني. المبهج ولا المبهر؟ المبهر بجيب لكنة الصوت مزبوط لحتى ما تزعل حدا، لأنه في طريقة صح. لا أنت ما بتت يعني سوري ما فيها مسخرة، هي موضوع فيه تقليد يعني، هذا فن على فكرة من الفنون. إنه أنت تجيبي نفس حلو. الصوت يعني أنا لو طبعا. مثلا مش واثقة إنه أنا فعليا نفس الصوت صح، كان ما بقى كان ما والحقيقة بقى. إنك جبتيها، وعلى فكرة هذا إشي كتير حلو يعني. أنا من الناس اللي صراحة بحبك من قبل طبعاً، ولكن كتير حبيتك بهذا لأنك حسيت إنه قدي في عندك موهبة الحقيقة حبيبتي. طيب سلمى كانت بتقولي إشي، إيش بدك؟ شوف دجاجات غادة بتقولي الحقي الدجاج يا روان. يلا يا غادة شو صار بالدجاج؟ بتتحمر. اسمعي شو دجاج رح ندوقك اليوم يا غادة؟ مستوية بس بتتحمر. رح ندوقك دجاج من إيدين غادة بشهي. طيب قولي لنا أنت شو علاقتك بالمطبخ؟ يعني معدلة ولا بصراحة؟ بعمل بيض بشهي رائع. بتعملي شاي؟ شاي أكيد بشهي. شاي بعمله بس ما بشرب شاي أنا بالمرة. أوكي. قهوة. طب إيه أغنية جديدة أكتر أغنية حباها في الألبوم الجديد؟ تسمعينا منها حتى بصير؟ هي إكسكلوسيف لمطبخ رؤية مصرية هي الأغنية. معلش بنسمع كل شيء إحنا. أي حاجة كله منك حلو. كل حاجة حصلت في أوانها، وكل حاجة رجعت لي مكانها. لا كنت ليك ولا كنت ليا، دي تمثيلية وكنا عايشينها. طيب كلنا عادة بيكون في حدا قدوتنا بمجالنا، يعني سواء المذيعة بيكون إلها، الشيف بيكون إلها، حدا من هي صغيرة مثلا كانت دايما تتفرج عليه وتتابعه وتقول أنا نفسي أكون زي مثلا فلانة أو زي فلان، سواء بموهبته أو يعني بشهرته أو قدي الناس بتحبه. مين اللي كان عندي داء هيك؟ هلا أنا يعني مش بالضرورة مثلا أنه أنا أروح لل يعني أنا حدا كتير واقعي، ما بروح للماكسيموم بالأمور، بس أكيد قبل الشهرة يعني كان في حدا تقولي والله نفسي أكون زيه يعني. أكيد. فأنا يعني بقول لك حتى بالناس اللي بحبهم بحب إن هم بيكونوا زيي، حتى لو كان مثلا هم مش ماخدين حقهم كمطرب أول بالوطن العربي، بس أنا بكون شايفته مطرب أول. مثلا أنا بالنسبة لي أنغام مثلا أنغام منه يعني من إحنا صغار منتابعها صح، حتى لهلأ يعني أنا بحب، أنا لهلأ بتعلم منها، وكان عندي حفلة بدار الأوبرا كانت هي البروفيتها جنبي، فبيقولوا لي أنغام موجودة. أنا سامع حدا بيقول لي مش قلت لك حيران، قلت كيف يعني أنغام هون؟ أنا بديش أروح أسلم عليها. تركت البروفا والموسيقيين والدنيا ورحت عليها زي كأني حدا من الفانز يعني. نسيت إنه أنا أصلاً عندي حفلة، كان عندي حفلة بكرة، وهي حفلتها يعني كانت بعد بكرة. خلصت حفلتي ورحت حضرت حفلتها. قد ما انا هالانسانه بحبها يعني، من الناس اللي فعلا يعني معجبه فيها من انت من انا وصغيره. وفي طبعا فنانين كثير اكيد، كاظم الساهر طبعا كثير حلو. طيب هي عموما يعني بتتميز الحقيقه باسلوبها الراقي صراحه انغام، وبهاي الطريقه الحلوه اللي كل الناس حبتها اكيد. وبعدين شوفي واكبت صح يعني واكبت. في فنانين ما قدروا يواكبوا صح. انا صح. بنظري مثلا اصاله وانغام واكبوا الجيل هذا صح، بكل شيء بطبيعه الاغاني وبالشكل وهيك صح 100%. طيب احنا في عندنا وصفه حلو كمان، الحلو للحلو دائما بيقولوا. لا وغاده عامله لك حلو، قولي لنا غاده ايش الحلو بتاعك النهارده؟ الحلو يا ستي هو وصفه لذيذه جدا وبسيطه جدا. عارفه المولتن كيك؟ المولتن كيك بس هنعملها بالبسكوت اوبا، فهتطلع سريعه وبتخلص ولا وقت. سامعين ده بتحبي المولتن؟ وفي حد ما بيحب المولتن؟ انت كيف ودايت وما دايت؟ بتحبي الدايت؟ لا شي كثير. تركي حالك براحتك. تركي حالي. حلو. بس نظام اكلك عاده صحي يعني، بتميلي ولا زينا خرابيش مرات من مرق ومن زرق؟ هلا كلنا على الفاست فود يعني نضطر. احنا كلنا بالمجال. عموما طيب ناخذ مقادير وصفتنا يعني ده عشان تساعدي غاده. شو رايك؟ يلا ناخذ مقادير مولتن كيك بالبسكوت. لنعمل مولتن كيك بالبسكوت احنا بحاجه لست اكواب من البسكوت بالشوكولاته مطحون بالكريمه، وبدنا 150 جرام من الزبده، كوبين من الشوكولاته القابله للدهن، وكوبين من الكريمه. بدنا فراوله للوجه وكريمه مخفوقه كمان للوجه. طيب يلا
نداء ما بتطبخيش كويس بس تعالي ساعديني. تعالي تعلمك بقى. اروح؟ روح اتعلمك. انا بعلمك الطبخ وانت تعلميني الغنى. انا هيك رايي. هلا باخر شيء بدي اسمعكم بتغنوا دوت انت وياها. يا عيني. هي بدها تطبخ لي طبخ. لا والله. انا اعتبريني المشرف. اوكي. موافقه. نعمل ايه دلوقتي؟ شوفي. يلا اول حاجه. عارفه المولتن كيك دي اللذيذه اللي بتيجي تقطعي الكيك تلاقي الشوكولاته سايحه ونايحه كده من جوه؟ يا عيني. هنعملها بس بالبسكوت. فهتبقى كتير اسهل. فهنا عندنا البسكوت اللي هو بالكريمه ده يا روان. طحنته بالكريمه الاسود. اي نوع بتحبوه بس بالكريمه طحنته. اوكي. اوكي؟ وهنحط عليه الزبده اللي عندنا. ابتدينا بقى بالاشياء. انا هحط الزبده بس انا مش عايزه اضيع وقت من غير ما اكون بسمع صوت نداء يعني. طيب انت افرضي بتغني لنا ما عندهاش مشكله. انت حطي الزبده. ايش اغني لك؟ ده اللي انت عايزاه. انت بتحبي مين؟ انا بحبك. الله. طب لازم اشي للست سوما بقى ام كلثوم ما بزبط الحلقه واخر يوم بالسنه ما نسمع اشي لسيده ام كلثوم. شو ايش بدك؟ شو رايك؟ غني لنا او شيرين يعني. ممكن يعني تيني شيرين. شيرين. طيب يلا نشوف شيرين كمان. بنقول لك الا كده يا قلبي. اي حاجه الا الاغنيه النكده دي. بدناش يعني قد ما هي الا عايزه تغنيها. طيب لا ماشي اغني لك اي حاجه ثانيه. يلا ادي غني لي نكهه زياده عن اللزوم بس كتير بتوجع. يلا ايش بدك لها شيرين؟ اللي انت عايزاه. انا هحط هنا الزبده واقعد اخلطهم مع بعض وانت براحتك. يلا يا مثلا. استني دي على بالي. حبيته بيني وبين نفسي. يلا يلا. كل حب الدنيا دي في قلبي ليك ده انت اغلى الناس علي روحي فيك ده انت لو قدام عيني اشتاق اليك وعلى بالي ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ويا انشغالي بكل كلمة قلتها لي. يسلمها الصوت. عارفه ايه اللي حلو؟ عايزه ايه كمان؟ انا بتغني أروح. بطريقتها. بصي انا حد شاطر قوي في الطبخ. انا شايفه. انا ماليش علاقه في الطبخ. انا شايفه يا حبيبتي. هربت تعرفي كيف بدعتي بدعتي. واحده بتناديها تطبخ وبتهرب منها بتعرفي كيف الفكره؟ شو طيب. بدك تسمعي كمان؟ انا بدي اسمع للصبح. يلا ايش بدك تسمعينا؟ هلا دوري انا بدي ام كلثوم صراحه. يا. اي شيء قطعه صغيره. في عندهم يا ليلة العيد أنستينا يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. الله الله. بصي يا لولو انا باخد الشوكولاته دي. الشوكولاته الدهن. الشوكولاته الدهن. ايوه. يا فينك يا مهند؟ اخبارك ايه مع الشوكولاته؟ كنت من العشاقها بس هلا لا. ليه؟ لان كثير بتتخن ومعك حق. يعني انا بالعقل تعرفي هي الواحد يصير يعني مش ما تحرمي حالك. المشكله في يعني بتتحول الشوكولاته في شيء بضل يجذبك لها. زي بصير ادمان. ادمان على السكر. طبعا الشيء الزاكي بس ولكن دي حقيقة. مع فنجان القهوه هي انا بعتبرها ضروره لابد منها. بقدرش يعني لو كنت عامله دايت هذه القطعه الصغيره مع القهوه ما بزبط. طيب بصي دلوقتي انا هخفف الكلام ده بشويه كريمه. ايوه خلاص. وعايزه اقول لكم انا عملت ايه في البسكوت اللي معمول بالزبدة. أخدته حطيت نايلون. أيوة. حطيت نايلون راب هنا زي ما انت شايفة في البولة وفردت البسكوت فيها. تمام. بطنت البسكوت كله
بسكوت بتاعي. حلو. وهدخلته التلاجة خلاص وهو مفتوح كده. اوكي. انا بحب جوليا بطرس. تحبيها؟ يا قصص او وين مسافر. اي حاجه. يا دي يا دي حلوين. ايش بدك تغني اللي يريحك؟ هي عندها لب احلامك. ايوه يا عيني. لب احلامك لب اوهامك رح ترجع يومي تلاقيني لا سلامك لا كلامك ولا منك نظرة بترضيني لب احلامك لب اوهامك رح ترجع يومي تلاقيني لا سلامك لا كلامك ولا منك نظرة بترضيني نسيت الماضي ويلي كان بقلبي ما عندك مكان يا ما ويا ما من زمان من زمان من زمان معك ضيعت سنيني. إذا شرارة بكلمتين، إيش نقطة الضعف عندك وإيش نقطة القوة؟ نقطة الضعف بالشخصية ولا باللي حوالي ولا بدك إياه أنت اختاري. بتحسي أنا هون ما لازم أكون دائما هيك، هاي نقطة الضعف اللي فيه، وإيش اللي كتير بتحبيه بحالك نقطة قوة بتحسيها فيه؟ آه حساسة كتير أنا هاي نقطة ال حساسة حتى يعني بتحسس من أي من أي من تفاصيل صغيرة. ونقطة قوتك عندي إرادة. يعني عندي تصميم على الإشي واللي بحطه براسي بوصل له يعني بيقين، يعني ما بعتمد على ما عندي اتكال على الحظ بقدر ما إنه أنا بتكل على 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 اجتهادي. حلو. فدائما عندي يقين اني راح اوصل للشيء لاني انا مجتهد. اكيد ولكل مجتهد نصيب اكيد 100%. وانت قدرتي توصلي وتحققي شيء يعني يمكن ما كنت بتخيل، كنت تتحلمي في يوم من الايام انك رح تكوني هون؟ لا يعني انا كنت خلص. بتعرفي كيف اللي بتحسي انه انت يعني اللي كيف اللي مش متقبل بالواقع بس راضي يعني عايش راضيه وعايش. فانا كنت بس دائما عندي شعور انه انا لا يعني مش هذا الإشي اللي انا موجوده عشانه. كنت حاسه بصوتك يعني صوتي حلو، انا ما لازم اكون هون، انا في لي مكان ثاني. بالضبط. وكنت احس وكنت اسعى كثير. اكيد مش الامور ما مش على طول بتجيكي يعني هيك مقدمه، الواحد بده يسعى ويتعب. بس ساعة ما ربنا اراد خلص يعني 100% الحمد لله. صح. طيب ايش بدك تسمعيني؟ بصي انا عايزه بس اقول لك على حاجه عشان ايه لازم عملتيها. بس يلا. عايزه اخد الشوكولاته دي اللي عملتها خلطتها احطها هنا جوه الكوكيز اللي عملناها. اوكي معقول كده. وبعدين هنحط عليها من فوق طبقه بسكوت ثانيه علشان خاطر نغطيها. اوكي. ونحطها في الطبق. في الطبق. امال فين الطبق؟ الطبق اهو. طيب عايزاني اجيبه لك ولا متي. اجيبه تحطيهم هون؟ يلا. اللي هو هذا الشفاف صح؟ اوكي. هاي المولتن بالبسكوت قربت تصير جاهزه. حطيها احنا بس كده. خلاص. اوكي. انا بس هحط دي كده فوق. طب بس كده بتتقلب على الطبق عادي، بس هي لازم تدخل الثلاجه شويه. اوكي. بس طيب بدك كده تقلبيها هلا انت بدك تدخليها على الثلاجه في شو وقت؟ لا مش هدخلها الثلاجه، هنقلبها معلش دلوقتي. بس انا للناس عامه لازم ندخلها، هي لازم تدخل الثلاجه شويه 100%. طيب نداء، امنيتك للسنه الجديده 2018 ايش تتمني لإلك لاهلك يعني بالفن بالحياه؟ اول شيء اكيد احنا يعني بنتمنى انه احنا ما بنسمع اخبار زي اللي سمعناها بالسنه الماضيه. ان شاء الله. اكيد لانه كانت اخبار صعبه. بنتمنى هيك نحس انه كنا نضلنا على طول ايد واحده ونحب بعض قلوبنا على بعض. وبتمنى للكل السلام الداخلي لانه بتحسي باخر ايام صارت الناس من جوا تعبانه وقليل ما تلاقي ناس من جوا صافيه كمان. يعني بتمنى الناس كلها ترجع تشوف الاشياء بالعين الثانيه ويتركوا عن حالهم عبء المظاهر وهي الاشياء
لأنه الحياة أبسط من هيك بكتير. وكمان بس بتمنى أحلامي تتحقق كلها إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. كل أحلام وغادة حقق لنا حلمنا بالمولتن تصير إن شاء الله يا رب. بسم الله. بس عايزين نجيب الدجاج من الفرن. دددها هيك بالضبط الشعر غادة بالحلة اللي جايبها لنا هذه. إيش هاي؟ منين جبتيها غادة؟ إيه دي؟ هاي دي إيه هاي؟ ده قالب. بس والله فظيع. اه اول مره هاي ضيوفنا جاجة ضيوفنا. اهلا وسهلا بنرحب بجاجاتنا الحلوين. امي بسقفوا قاعدين رهيبين. طيب ضل نقلب المولتن وتغنينا شوي على ما نقلب. شو رايك ايش تسمعينا؟ اشي عايزه ايه يا غاده؟ عايزه ايه غاده؟ انا اي حاجه منك انا حباها. يلا قولنا ايه اكتر اغنيه غنيتيها في ذا فويس؟ هي غنيتها في البرنامج وكتير. ايه هي فات المعاد بس بغني شيء ثاني. يلا احلى. بتحبوا شو بتحبي انت؟ غريب الناس. ايه رايك؟ غريب الناس. لا شيء هيك. لا فرايحي يا جماعه. لا غريب الناس. الناس كلها منيحه والناس كلها هذا. يلا ايش منيح فريح. انت شو بتحبي؟ رايحي. انا كثير بحب ام كلثوم صراحه. كل اغانيها بحب يعني كل المطربين خير وبركة. إيش بدك تغني لنا؟ فضل شاكر. حيرتي. آه فضل يا الله. فضل شاكر. يلا. آه شو فضل شاكر نقول له؟ تحبي إيه لفضل؟ والله كل أغاني حلوة. مرت فصول السنة. مرت فصول السنة. شيرين بتحب شيرين؟ شيرين. شيرين ما غنينا لشيرين بس إيش بدك؟ نغني لها إشي فرفوش لشيرين. اوعى لا تتغر يا قمري انا قلبي بيه وبقمري. اوعى لا تتغر يا قمري ده انا قلبي بيه وبقمري وبقمري هيبعد عنك خليك عايش كده وحدك. ايه يعني غرامك وداني؟ ايه يعني فارقني ولا رجالي؟ ليه فاكر ان الدنيا فوقك ما فيهاش ولا قبلك ولا بعدك؟ ده انا بيك من غيرك مش فارقه قدامك او لسه بغني. برافو برافو. وهي اكلاتنا صاروا جاهزين. ممكن تودي لنا الطبق هناك ولا هذا تقلبي الملتن بقى؟ لا مش ده هذا. طبعا اودي انا اللي بودي. ما تقلبي الملتن. بسم الله. هتقلبي ينفع اخذ تكاوي بقى حالا في لا انت حتتغدي معانا والله لنكسبك على الغدا النهارده. مش مجال. هذا هون غدا بدك تحطيه ولا بالنص؟ فين هاد هيك اوكي. وتعالي خدي الجريفي لو سمحتي. ايوه دي اخر السنه غدا بتشغلني. بشغلك. وين الجريفي؟ طيب غادة أمنية سريعة. ما نفتحش يعني الكيكة؟ ما نفتحش الكيكة يا عبد الله؟ بدكم نفتح الكيكة؟ يلا افتحي الكيكة عشان تبين. وهي الجريفي جنبه. يلا غادة سريعاً سريعاً يلا افتحها. السنة بكلمة حلوة منك. يلا هات لنا سكينة طيب لو سمحتي. طيب وانت هذا أنا أنت مش سامعة عبد الله؟ لا سامعة. عايزين يلا. عايزين يلا يلا يلا. هاي المولتن. بسم الله. البسكوت. لا لحظه بس نحط بلاش. يلا 1 2. بس هي طبعا لانها في الفريزر فجامده شويه. اها بس النتائج مذهله. بصوا بص تعالى بقى عبد الله تعالى هنا. انا عارفه انك معايا. يا عيني مشهد تنهار له القلوب. وهذا هو. هذا هو. برافو غدغودة وبرافو نداء. برافو يعني اليوم ابداعات من كل محل. بدنا نتشكرك كثير. تسلمي لي. اتشكرك كثير نداء. شكرا لوجودك معنا اليوم. نورتي مطبخنا كمان. باخر حلقه حبيبتي من مطبخ رؤيا بالسنه. بنتمنى المره الجايه تيجي تطبخي. اوكي بتتعلمي لنا طبخه حلوه وتيجي تطبخي معنا. تجوزت وصار عندي خبز. الله يسعدك. الله ان شاء الله بنشوفك كمان متزوجه يا رب. شوفي اولادك. وكمان بدي اتمنى غاده لك سنه سعيده يا رب. يا رب وعلى الجميع ان شاء الله. سنه خير عليكي يا رب وعلى عيلتك وتحققي كل شيء ان شاء الله بتتمنيه. الله يسعدك.